السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. هناخد الضرب. الضرب بس هناخده بطريقة النماذج دي، بقى مش درس، ده لعبة هتلعبها مع اختك وايه وكمان بابا وماما. طب تعالى نشوف ايه اللعبة اللي المس بتقول عليها دي. اما اقول لك اوجد ناتج ما يلي باستخدام النماذج. هنا مكتوب كام؟ 1 من 10 في 1 من 10. ادي النموذج، خليك فاكر معايا النموذج ده هنا 10 وحدات وهنا 10 وحدات. النموذج ده بيكون من كام وحدة؟ 100. أنا هلون، هجيب ألواني الجميلة، هلون 1 من 10 عشان تبقى فاهم فين 1 من 10. كل ده يعتبر 1 من 10. طب يا مس، هو ده برضو 1 من 10؟ سواء كان أفقي أو رأسي. يبقى آدي الحتة الأولانية لونها إيه؟ أزرق. بتمثل لي كام؟ 1 من 10. على فكرة عشان نتذكر هي 10 من 100، صح؟ طب يلا، طب هنلون كمان 1 من 10 من وضع التاني اهو، شفتها؟ برضو هنا يا مس ده دخلت عليها. خلي بالك دي برضو معانا بس دخلت عليها. يبقى هنا برضو ده بيمثله 1 من 10 اللي هي 10 أجزاء من 100، هيتضربوا في بعض هتديني الحتة دي، الحتة البني دي. اما ضربت 1 من 10، 1 من 10 الاتنين دخلوا على بعض بقت 1 من 100. خلي بالك انا بقول اهو 1 جزء من ايه؟ من 100، اللي هي مس 1 من 100 عشان نبقى واضحين. من فهم جميلة جدا. طب انا عايز اتأكد، حاضر. 1 في 1 ب1، العلامة دي كام خانة؟ خانة وخانة خانتين، يبقى 1.0. لا، واحدة تانية عشان نتمكن منها، ده انت ممكن تعملها وتبعت لي فيديوهاتك الجميلة. انا بقول لك اوجد ناتج ما يلي باستخدام النماذج. انا رسم لك الشبكة التربيعية هي اللي زي ما اتفقنا، هنا 10 وهنا 10 كلها وحدة واحدة. الوحدة دي بتتكون من 100 جزء. هنا يا جميل كاتبة كام؟ 9 من 10 في 5 من 10. يلا ابدأ كده معايا. انا لونت هنا كام؟ لونت 5 من 10 اهو. خلي بالك ادي 1 ادي 2 3 4 5، يبقى انا ملونة افقي من فوق 5 أجزاء من 10. طب التانية هلون كام؟ 9 من 10. يلا توقع تبقى ايه؟ يا ايوه متوقعة يا مس، هتلون 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انا هقف لغاية هنا. يلا لونا مس. اما لونتهم الالوان دخلت على بعض فالدنيا اتلخبطت، فاما الالوان دخلت على بعض لقيت الضرب الحته دي اللي اتكررت، صح؟ اهم تعالى كده بص معايا اهي. يبقى البني دي هو الناتج. جميل جدا. طب دول كام واحده؟ انا هقعد اعد الاول، ممكن اعد. طب عد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 40 41 42 44 يا مس 45. 45 جزء من 100، يعني الناتج 45 من 100. يجي ولد ذكي يقول يا مس دول 9 ودول 5، يبقى 5 في 9 ب45. برافو، جبتها بالجمع بالعد بالضرب. انا بقى. طيب واحد يقول لي انا بقى عايز اتاكد. حاضر يا جميل، 5 في 9 ب45. البوينت بعد كام خانه؟ ادي خانه وخانه، يبقى 2. الله، يعني بالنماذج عرفتها كمان بالضرب. يلا واحده اخيره، ودلوقتي لازم تعمل المسابقه بينك وبين ماما وبابا. اوجد ناتج ما يلي باستخدام النماذج. 3 من 10 في 4 من 10. هبدأ ألون. هل ممكن أنا ألون من 4 من 10 أو 3 من 10؟ طبعا، ضرب عملية إبدالية. طب أنا يا مس هلون كم صف؟
اهو هلونت 3 من 10، يبقى دي 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، يبقى انا لونت 3 من 10 اللي هي 30 من 100 عشان ما نتلخبطش. طب يلا عايزين نلون كام عمود؟ 4 من 10. يلا نلون يا مستر، دول دخلوا على بعض. فعلا هم 4، هم ادي 1 2 3 4. هسألك دلوقتي فين الناتج؟ الجزء اللي دخلوا فيه مع بعض، اللي هم استخبوا فيه مع بعض، الجزء ده يلا نلونه اهو. طب عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يا مس دول 12 جزء من 100. برافو، 12 من 100. طب ممكن يا مس اقول 4 في 3 ب 12؟ اقول له اه. طب يا مس اتاكد 3 في 4 ب 12؟ حلو، البوينت خانه، خانه يبقوا خانتين. ايه رايك؟ حاجه جميله جدا، دي لعبه. لعبه يا جماعه، مش مساله خالص، احنا نلعبها مع بعض ونتسابق ونجيب الالوان بتاعتنا ونشوف من اشطر. لو عجبتك يلا نعمل لايك وشير عشان يوصل لنا الفيديوهات الجديده، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.